السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة كلاش رويال. انتهى موسم الثالث للعبة كلاش رويال، وفي عنا جائزة اللي هي سيزون ريورد الشست التوأم. انا بحب اسميه شست التوأم او شست ابو راسين، هو شست اثنين. هلا حنشوفه بهالحلقة شو حيطلع لنا فيه. وصلنا ل 5158 كأس، اعلى شيء بهذا السيزون. خليكم معنا لا تروحوا لاي مكان، لانه حاسس اليوم في اساطير كتير. نعم، في اساطير كتير، وراجعين. طيب يا مشتركينا الأعزاء، إذا بهالحلقة حيكون في عنا فتح لهذا الصندوق. في عنا شوية صناديق ورا، حأفتحهم كلهم الموجودين باين من الشاشة من الخلفية. عنا الفري تشيست، عنا الجولد، عنا الماجيكال، عنا الجاينت. حنفتحهم كلهم ونشوف بعدين شو بدنا نساوي بحلقتنا لليوم. كالعادة لعبتنا، نوقف المقطع وننزل لتحت نكتب كم أسطوري تتوقع حيطلع لنا اليوم. أنا عم بقول لكم اقل شيء، يعني انا توقعي اقل شيء حيطلع لنا اسطوريين، هيك حاسس، يعني اسطوريين او اكثر. نعم، بحلقة اليوم اسطوريين او اكثر، هذا توقعي. انتوا توقعوا 0 1 2 3 4، كم اسطوري تتوقع؟ وبحب اقول لكم شغلة تانية، انه نحن وفينا بوعدنا بالسيزن الاول. وعدناكم حنجيب 4300 كؤوس، جبناها الحمد لله. السيزن الثاني رفعنا شوي للصندوق ال 4600، بهذا السيزن الثالث صندوق ال 4900. ومن هون انا بوعدكم، تذكروا كلامي، ححاول جهدي انه بالسيزن الجاي يجيب صندوق الاعلى اللي هو صندوق ال 5200، وحاول كل سيزن عن سيزن اعلى مرتبة قد ما اقدر. بس هيك بنشوف للسيزن الجاي ان شاء الله 5200. بنشوف شوف بقى الصندوق ابو راسين شو بيطلع لنا. اول شيء طلع لنا 5257 جولد، حلوين. وبنجي هلا للمهم، انا مستعد هلا لخيارات. ليش؟ لانه حيطلع لي بقى شغلات دائما نوعين. هلا هون الخيار محتوم، ما فيني افكر لانه اللي على اليسار مفلله، اذا ناخذ من على اليمين. هي ما قدرت افكر بصراحه. ثاني خيار، البربر ولا التسلا؟ عندي معلومات بصراحة، انتو بتحبوا جيب لكم معلومات هيك سرية شوي، يلا حقلكم اياها. معلش، مع انه مخبيها كنت لحلقة المعلومات السرية. التسلا حيصير عليها تعديلات، التسلا حيصير عليها تعديلات، السبب لانه ما عم تستعمل كتير، ولهذا السبب حاروح على التسلا. لانه اذا التسلا فعلا صار عليها تعديلات، يمكن تصير من اقوى برج يستعمل باللعبة، يعني حتحل محل الانفيرنو لهالدرجة. البطاقة الجاي طبعا هوج والمقبرة، اتوقع الهوج مو مشان شي بصراحة، مع اني ما بستعمل الهوج كتير، بس بستعمل الهوج للدعم تبع الكلان. اغلب اعضاء كلان 1 جيجن 1 يوتيوب بيحبوا الهوج، بناخد لهم هوج لعيونكم. ايوه، خيار صعب عم يجمع بين السكيلتون ارمي والاعصار. ليش هيك عم بيصعبوه علي؟ ليش هيك عم بيصعبوه علي؟ هلا الاعصار قوي، بس انا بحس شغلي، ما بعرف، اني ما اول شي مالي لاعب اعصار، ثاني شي اذا بدي العب اعصار مالي بحاجة لليفل كتير عالي منه، لانه الاعصار مو، يعني السكيلتون ارمي اذا فرق السكيلتون ليفل واحد حيعمل دمج بلاوي زياده، بينما الاعصار ما بتوقع، عشان هيك حروح على سكيلتون ارمي. اخر كبسه حيكون فيها اسطوري ولا لا، واذا كان فيها شو هو، بنكبس وبنشوف. اذا مقبره او ايس ويزرد. طبعا بعرف انه الايس ويزرد 5 من 10 وقرب انه يطلع، ولكن يا جماعه المقبره هي اكثر بطاقه انا عم استعملها. وشو هالخيار الصعب؟ شو اختار؟ يا الله، يا ريتكم لو انتم معي هلا مباشرا عم تقولوا لي شو اختار، قولوا لي شو اختار. يعني روح على تطوير الايس ويزرد اللي هو قرب يتطور، ولا المقبرة اللي هي مطولة تتطور بس هي اقوى كرت عندي حاليا. يا الله شو صعبوه علي، ما بعرف شو اعمل، ما بعرف. خلاص انا خرجت عن اي حل، خرجت عن اي حل، خرجت عن اي حل. هروح على البطاقة اللي بستعملها،
هروح على البطاقة اللي بستعملها. إذا جريفيارد 2 من 10، بعرف رحلتها طويلة بس هي البطاقة اللي بستعملها. هذا محتويات صندوقنا الأول لحلقة اليوم. تفجير صناديق ما انتهى، لساته شغال. تعالوا نشوف الفري تشيست شو مخبي لنا. طبعا الفري تشيست ماله ناوية منا مفاجأة بسلسلتنا لهلا، بس ما بنعرف، ما بنفقد الأمل. ما بتعرفوا إمتى ممكن يطلع الجولد تشيست. هذا مفلل ليت باربريان، كثير مطورين قد ما عم بدعم الكلام. ليت باربريان اي سبيريت قرب، وجاينت مطول لسه كثير. اوكي بنجي للصندوقين البقيانين اللي هن ماجيكال وجاينت. حنبلش بالجاينت نشوف شو فيه. 2200 جولد حلوين. برق جوبلين هات 294 رويال جي جي رويال جاينت. اخر صندوق الماجيكال، هل هو فيه اسطوري تاني ولا لا؟ حسب توقعاتي، توقعاتي 2 اسطوري او اكثر، يعني المفروض هذا يكون فيه. هي حسب توقعاتي. تعال نشوف. 161 20 مورتر 24 جوبلين جانج 4 هيل 5 باربريان هات 50 تسلا. نعم نعم بدي تسلا لانه هاي البطاقة عتقوى. 16 جوبلين هات 4 تورنيدو. اذا التورنيدو ما زعلتنا، الناس اللي كانوا حابين نطور تورنيدو هي اجتنا تورنيدو خلاص. بطاقتين هي بجيبهم بسهولة، ما بتعذب فيهم من دعم كلان او من شو بسموه، من السوق يعني. اذا السوق اليوم بنوب ما له حاببنا، اعطانا بطاقتين الماكس تبعنا، اعطانا البومبر اللي هو ماكس، واعطانا الارشر اللي هي يعني ماكس. ما بعرف شو عم استفاد هلا انا، هلا انا عم بكبس هيك عم استفاد ما بعرف. اذا ما بعرف ليش هيك السوق اليوم ما له حاببنا كثير. بس بكل الاحوال تعالوا نطلب من هذا. اوكي نسيت الكون، نسيت الكون صندوق كلان باتل تشيست ماكس عم يستنانا نفتحه. تعالوا نشوف هذا الصندوق. انا خربطت تماما ونسيت اذكر هذا الموضوع، وعلى فكره انا نسيت انه التحدي بيخلص مع نهايه الموسم. تعالوا نفتح الكلان باتل تشيست لنشوف توقعاتي، هل توقعاتي صح؟ لانه توقعاتي خاطئه، انا كنت اتوقع 2 اسطوري طلع لي غير واحد. بنشوف. 1620 جولد 22 سبير جوبلين بيتحولوا لجولد هيل 64 كانون 21 جاينت 153 بومبر بيتحولوا لجولد 3 اكسبو واخر كبسة بتعطوه نايت ويتش. نايت ويتش الله على النايت ويتش، طلعت لليفل 2. نعم صار عنا النايت ويتش ليفل 2. توقعاتي ما خابت، توقعاتي ما خابت. اذا النايت ويتش لا 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 نايت ويتش. لا يا شباب، لا يا شباب، هي 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 لايك مني لإلكن. نعم بكبس الكون لايك، هي لايك لإلكن لانه توقعاتي نجحت. اذا نايت ويتش طلعت للنايت ويتش وصار عندنا نايت ويتش ليفل 2. اذا هلا صار فيني اعمل تشكيل للنايت ويتش، لانه ليفل 1 صراحه كثير تعبانه، اما ليفل 2 كثير ممتازه او كافيه انه نعمل فيها تشكيله بهالكؤوس العاليه. يعني انا لاحظته لما كنا نلعب على 5100 كاس عم بيطلع لي عالم مع نايت ويتش ليفل 2، نايت ويتش ليفل 3، وفي عندنا حدا بالمرايه، في وحده ما صورتها كان في واحد معه نايت ويتش ليفل 3 بدون مرايه، يعني جايبها كثير. بس هدول العالم كثير بيكونوا عم بيعبوا صناديق وهالاشياء. بس نحن هلا صار في عندنا نايت ويتش، تعال نجيبها. وينه 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 وين اللي كان نايت ويتش؟ تعالوا نطورها. هي مواصفاتها وهيك بتصير بعد التطوير. يا سلام يا سلام يا سلام. اذا حلقتنا لليوم ما بعرف انتم شو توقعتوا تحت. انا قلت لكم حاسس انه في 2 اسطوري او اكثر، وفعلا طلع 2، بس الاسطوري الثاني ما كنت متوقع يطلع لي الاسطوري اللي اكثر شيء اللي احنا بدنا اياه مشان نعمل حلقه. اتوقع الحلقه الجاي خلص فرضت نفسها،
الحلقة الجاي حتكون عن النايت ويتش ليفل 2 بتشكيلة بالكؤوس العالية، لشوف شو ممكن ساوي لكم تشكيلة بالنايت ويتش. ما بعرف بالضبط شو الأحلى يعني، وبتمنى تكونوا يعني. أنا بعرف إنه في ناس كتير بتحب موضوع حلقات تفتيح الباكجات، تفتيح الصناديق، وأنا بحاول دايما إني كل فترة أعملها يعني. هلا إحنا عنا جواهر 17,000 فوق، من اللي بيسألني من وين بجيب جواهر، من الروابط الموجودة بالدسكربشن. أنتوا لما تسجلوا بتعطوني جواهر، والشركة الرسمية والرعاة الرسميين هن بيعطوني كمان جواهر إكسترا، لأني أنا دايما عم بعمل لهم تسويق إعلان وهالأشياء، وبالتالي بنقدر نعمل المقاطع. إذا أنتوا بحاجة لجواهر مجانية تحت انزلوا على الروابط وكبسوا. انا ما بقدر دائما اني اعمل صناديق لسببين. اول شيء لانه الجواهر بالنهايه كمان بيخلصوا، وعندنا كذا لعبه صار بدها جواهر يعني. هلا على كلاش اوف كلانز صرنا باعتين شيء 34,000 جوهره، واليوم بدي احط 16 كمان يعني، قطع لها 50,000 جوهره كلاش اوف كلانز من التحديث الجديد لهلا، مو قبل بس التحديث الجديد، مشان هيك بيخلصوا الجواهر. ثاني شيء بتروح المتعه يعني. خلينا هيك كل فتره، كل اسبوعين ثلاثه شهر نعمل تفتيح، هيك حلقه تفتيح تكون تعبي الراس هيك كثير تبع التفتيحات الكبيرة. وفي حلقة أنا شرحت لكم هون عنها كيف تستعمل الجواهر، أنا على نفس الطريقة عم بستعمل الجواهر يعني. ما فيني هال 17,000 أو ال 100,000 روحها ب 10 دقائق، 5 دقائق حتى، بنشتري كله صناديق كبيرة، بس نحن عم بستعملها بالطريقة الأصح. إذا بدكم تعرفوا كيف تستعملوا الجواهر، كمان مقطع موجود بشروحات كلاش رويال بالقناة، أتمنى تستمتعوا فيه. وما خلصنا لليوم، لليوم في شيء بدي أقول لكم عليه، إنه في عنا سحب جديد ل جوائز يعني. نحن بتعرفوا عم نعمل جوائز واشياء، سحب جديد لبطاقة، بطاقة اي تيونزية وبطاقة جوجلزية. بالعادة الرابح بيكون رابح واحد بياخد ياها هي. هلا اليوم حنعمل بطاقتين من كل شيء يعني، حيكون في عنا بطاقتين 25، بطاقتين 10، بطاقتين 5. بتمنى الجميع يربح. نتائج الجوائز بتجيكم على ايميلاتكم بعد بثلاث ايام تماما من صدور المقطع. انتبهوا لهالموضوع، في عالم تسالني بعد يوم مين ربح ما مين ربح، وفي عالم تقول لي اعمل مقطع. ما بقدر اعمل لكم مقطع مين ربح كل مره، وما بقدر اعمل مقطع انه باول مقطع اقول للرابحين تبع الحلقه الماضيه، لاني انا هلا حصور يمكن 7 مقاطع ونحط لكم اياهم على 3 ايام. طب انا شلون بدي اتنبأ مين الرابحين بعد لسه بعد 3 ايام من كل مقطع؟ مستحيل، ما بتزبط يعني. مشان هيك بتمنى الجميع يربح. كل اللي عليك تساوي انك انت تعمل لايك للمقطع، تكون مشترك بالقناة طبعا، وتعمل شير، أهم شيء تعمل نشر للمقطع. تلاحقنا على الروابط كلها، هي الصفحات اللي فوقني عم تطلع فوق راسي هي موجودة بالروابط بالديسكريبشن بالوصف. يا ريت تعملوا لنا فولو مثلا مثل هذا، فولو على تويتر، لايك لصفحة الفيسبوك، فولو على الانستغرام، فولو لصفحة البث المباشر على تويتش. هدول الشغلات كلها لازم تساويها مشان تعزز فرصك بالفوز بالمسابقة. ما عندك اياهم ما تساويهم، بس الفرص بتزيد للي احنا بنسميه عنا السوبر فان او الفي اي بي فان او الشخص الخارق، هو اللي كتير بيدعمنا. طبعا اذا حدا جاي على القناة بدي اعتذر منه بس مشان الجوائز، على الاغلب ما حيربح لانه احنا على الداتا حيبين عنا الناس اللي عم تعمل لايك مو بس لهذا المقطع يعني. انت بعد ما تعمل لايك وقت يطلع اسمك حيبين انت من قبل شو عامل. بقى كل ما انت كنت عامل من قبل اكثر، كل ما بتزيد فرصك يعني تاخذ شانسات اكثر. بقى كثير صعب انه حدا يفوز اذا هو جديد، بس الجداد بقول لهم انتم حاولوا. بس على الوقت الجوائز ما بتخلص بالقناه ان شاء الله، طبعا انه القناه ماشيه وعم تتطور، ضل في جوائز، عشان هيك ضلوا حاولوا وخليكم معنا. واتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع يعني، حاول جهدي، وحضروا حالكم لمقطع جاي ان شاء الله يكون احلى واحلى واحلى. كما كان عمر اول جنجن 1، ومع السلامه.